كنتذكر اول مره غنيت فيها كنت في السياره مع العائله ديالي، بديت كنردد اغنيات انا كنت دارك الام كلثوم. وقتها كان عمري 10 سنين وانا اختاريت رقم 10 لاني حاسه غادي يحقق لي حلم كبير. اسمي يسرى سعوف من المغرب، صوتوا لي على رقم 10. اغنيه للفنانه نجاة الصغيره، هنسمعها بصوت يسرى سعوف من المغرب. بنات ولا شباب؟ انا بس بدي اقول شيء، شغله واحده عن جد ابغى اقول لك شغله، واتمنى ان المشاهدين ما يعتبرونها غرور مني. ابغى اقول لك افتخري براغب علامه واحلام وحسن اللي العام ما اختاروكي وخلوكي السنه، لا اجلوكي لغايه السنه الجديده هذه عشان تقدمين وتغنين مثل ما غنيتي اليوم. الشباب استسلموا، الشباب عم بيقولوا البنات رح يربحوا. ماشي شباب عم بيقولوا انه البنات رح يربحوا. يلا تفضلي. شو احسنتي؟ يسرى مزبوط، مش غلطان. لا انت ما ينفعش نغلط في اسمها، دي قديمه معانا. هقول لك معلش، بدي اقول لك انا يعني ما عندي كلام اعرف اعبر عن اللي سمعته منك اليوم. انت فخر لأرب ايدل، وانت حتورط المشاهدين واللي حيصوتوا وحتضيعيهم مثل ما ضيعتينا على مستوى الاداء والاحساس اللي هو اصعب شيء بالغنى. في كثير ناس ممكن يغنوا بس الاحساس هو هيدي النقطه، انت جرحت صوتك واحساسك انت وعم تغني مضاف الى هالمقدره الصوتيه والاداء الصح بخليك تكوني من هلا من هاللحظه انت عرب ايدل. برافو برافو برافو. إذا ما عندك مانع بس بدي أضيف شيء على كلامك، هنا يبتدي المشوار. أنا شايفتك، أنا حاسه إنه مرتاحة هي وعم بتغني كتير، عم بتغني باحتراف. يعني إذا ضليتك عم بتغني هيك من هلأ للبرايمات كلها رح توصل إلى محل كبير. طب حسن يسرى، أنا بالنسبة لي الفنان الحقيقي اللي بيفضل شايف حلمه و
ما بيكتئبش وما بيزعلش وبيفضل ماشي مهما حصل. صحيح. انت كنتي معانا وما كملتيش وجيتي وبقيتي احسن من السنه اللي فاتت. جد. ده دي صفات الفنان حقيقي بجد. انا بحييك. شكرا يا حسن. شكرا شكرا. يسرى سعوف رقمها في المنافسه 10، لو حبيتوا تصوتوا لها الارقام موجوده طول الوقت على الشاشه. بس ما تنسوش ان باب التصويت مش هيبتدي قبل نهايه الحلقه. بعد الفاصل